10 اكتوبر اللي هو النهارده اليوم العالمي للصحه النفسيه. الحقيقه انه الامانه العامه للصحه النفسيه وعلاج الادمان عملت حمله او عملت يعني حاجه كده اسمها السرايا الصفراء. السرايا الصفراء دي محتاجين نفهم اولا هم ليه اختاروا الاسم ده للحمله بتاعتهم، وليه عملوها في نفس الوقت اللي ليه علاقه باليوم العالمي للصحه النفسيه. ثالث حاجه، فكرة الصحة النفسية ازاي اوعي الناس بالصحة النفسية، ازاي اعرفهم انه المريض النفسي غير المختل عقليا، غير الناس اللي عندها بعض اضطرابات نفسية، تأثيرهم على المجتمع بيتعاملوا ازاي، يخلوا بالهم من نفسهم ازاي. انا كشخص طبيعي جدا وعادي وماشي في الشارع بتعرض اوقات كتير للازمات والصدمات، ازاي ما ادخلش في دايرة الاكتئاب واليأس اللي بتوصلني في النهاية لبعض الأمراض النفسية. الفرق ما بين المريض النفسي والمختل عقليا، الدكتور النفسي أهميته إيه، كل الحاجات دي عايزين نتكلم فيها دلوقتي مع ضيفنا اللي مشرفنا وجوده معنا النهاردة في صباح النور، دكتور ماجد أرنست، استشاري مخ والأعصاب والطب النفسي والصحة النفسية. أهلا بك يا دكتور، شرفنا ومنورنا. نورك. بداية كده عايزين نتكلم أكتر على مفهوم الصحة النفسية، لأنه أي حاجة لها علاقة بالطب النفسي، أي حد عنده مشكلة، عنده حالة أو كيس بتروح للدكتور نفساني بتحس أنه مكسوفين وخجلانين، بيتكلموش تماما في الموضوع، الموضوع سر محدش يعرفه، وأكن الصحة النفسية دي عار أو يعني سوء الصحة النفسية أو عدم الاهتمام بالصحة النفسية دي عار على كل الناس. حابين نحط كده مفهوم للصحة النفسية الأول. هو طبعا كلام حضرتك مظبوط وكل حاجة. هو طبعا الصحة النفسية مش مجرد الخلو من الأمراض، إن الشخص يبقى يعني كامل من الناحية أو شبه كامل من الناحية العقلية والإدراكية، واللي هو يعني ما يبقاش الشخص ده يعني في أي نوع من الخلل اللي هو بيأثر على حياته بصورة عامة، سواء بقى حياته الدراسية أو الاجتماعية أو النفسية أو الوظيفية أو الدراسية، يبقى الشخص ده متكامل يعني عادر يعتمد على نفسه، أنه يقدر يشوف حياته ماشية إزاي، يقدر يتعامل مع المحيطين بصورة كويسة. يعني هي دي الصحة النفسية، مش مجرد بس خلوه من وجود مرض نفسي. لكن ما يمنعش من وجود مرض نفسي، ولكن بشرط القدرة على التعامل مع هذا المرض، القدرة على التعامل مع المجتمع ومع نفسه ومع الأسرة. تمام. يعني مش مجرد بس خلوه من المرض، مش مجرد خلوه من المرض بس، يعني مش عدم وجود المرض بس. طيب الحملة نفسيا مع نفسه، يعني الحملة اللي حابين نتكلم عنها النهاردة اللي عملتها أو اللي اهتمت بيها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، حابين نعرف أولا هم ليه اختاروا اسم السرايا الصفراء. وطبعا السرايا الصفراء دي مشهورة على مستشفى العباسية. مستشفى العباسية دي كانت قصر لأحد الأمراء، والقصر ده اتحرق، فاتحرق فاللي حصل إن هو اتدهن باللون الأصفر، فسمت طبعا كان في صحراء العباسية، ما كانش بقى، كانت صحراء، ولو تفتكر موقعة الريدانية ومش عارف ايه والكلام ده كانت صحراء، فالدهن باللون الاصفر فاتسمت على كده السرايا الصفراء. بعد كده الجيش الانجليزي عملوا اسطبل للخيول، بعد كده اتحولت لمستشفى للامراض النفسيه، هي دي التسلسل بتاعها، فاطلقت عليها هذا الاسم اللي هي السرايا الصفراء. المستشفى العباسيه قديم قوي، عمرها حوالي 120 سنه. دي المستشفى. لكن ايه علاقة الحملة او ليه الحملة بصفة خاصة اختارت الاسم ده؟ كلمة السرايا الصفراء دي على اساس ان هي يعني كرمز للطب النفسي. اسم دارج، الناس هتربطه ما بينه وما بين الصحة النفسية. يعني في ناس كتير مثلا يفتكروا لما واحد يقول لهم الخنكة فاكرين دي مستشفى الخنكة، لا، في بلد اسمها الخنكة بعد المرج. ايوه صح. فاكر يعني في ناس يلخبطوا حد من الخنكة والعباسية يقول لك الصحراء رايحين الخنكة. يا عم انت رايح العباسيه خنكه ايه؟ فاكر الخنكه دي تساوي الجنان يعني. لا، دي مدينه اسمها الخنكه. وبعدين تلاقي وليه الناس كانت يعني ربطت ما بين الخنكه كمنطقه والجنان؟ ما عشان في مستشفى الخنكه الامراض النفسيه. حتى والدي كان استشاري طب نفسي برضو، كان شغال فيها، قعد عمره كله فيها. تمام، اوكي، مشهوره. وبعدين صراحه حاجه مقززه جدا الاقي بتوع الميكروباصات يعملوا لهم كده، رايحين كده دي يعني الخنكه، يعني منظرها وحش يعني مهين. يعني من روح تركبي حضرتك ميكروباص مثلا من المرج ليهم، ركبته كذا مره رايح لهم، يعمل له كده رايح كده، ايه يعني رايح كده؟ دي حاجه مقززه جدا يعني. يعني اهانه للناس وللمكان وكده
يعني، او يقول له انا رايح المعموره يعمل له كده برضو، عشان في مستشفى المعموره بتاعت اسكندريه بتاعت الامراض النفسيه. يعني ده كل ما له علاقه بالامراض النفسيه الناس متخيله انه جنون، مختل عقليا يعني. لا ده حاجه مقززه يعني، يعني على راي استاذنا الكبير دكتور احمد عكاشه يقول لك يعني اشمعنى المرض النفسي بيتريقوا عليه وبيستهينوا بيه، ليه ما بيتريقوش على مرض السرطان ولا القلب والكلام ده؟ فطبعا حاجة يعني عشان في بعض التصرفات بتبقى يعني الى حد ما يعني، او يتعمل عليها افلام زي اسماعيل ياسين مثلا، ما دي اهانه برضو للمريض. أيوة يعني النفسي، الموضوع بدا من بقى زمان، بقى استجمة يعني، بقى وصمة عار يعني. ليه مفهوم المرض عشان النفسي؟ عشان في بعض مش التصرفات مفهوم. بتبقى بيزار بيهيفير، تصرفات غريبه فبياخدوها بماده للكوميديا والسخريه، ويلبس كاسرولا ومش عارف ايه عادل امام ولا يعني، مش مظبوط الكلام ده يعني، ده اهانه وسخريه من مرض، وده ما يصحش يعني انه يحصل يعني. لكن المرضى النفسيين هما نفسهم يا دكتور اللي عندهم خلل عقلي او خلل في الشخصيه، او هما اللي بيعملوا يعني، كل مريض نفسي هو الشخص اللي بيعمل حاجه كده غلط في حياته او سلوك مش تمام، زي ما بنشوف ناس كتير انه بيعملوا شويه تصرفات مش متوقعه، مش عايز اقول تصرفات غلط، لكن تصرفات ممكن من شخص غير متوقع انه ممكن يعمل ده، انه يتصرف يتكلم طريقه مش انا متوقعهاش، يعمل بعض السلوكيات المتوقعهاش، ونرجع نقول انه ده مختل عقليا او مختل نفسيا. فكل مريض نفسي هو مختل؟ لا شوفي، هو في حاجه اسمها، هو كله امراض نفسيه، في حاجه اسمها امراض ذهانيه يعني فيها سايكوزس اللي حضرتك بتقولي عليها، يبقى غير مستبصر بحالته وعنده نوع من الضلالات اللي هي الهزاءات او افكار ثابته غير صحيحه وما تقدرش تصححيها ابدا باي صوره من الصور، وفي هلاوس سمعيه وبصريه وذوقيه وحسيه وشميه، دي بتندرج كل الكلام اللي انا بقوله ده، او في اعراض سالبه للمرض، كل دي تندرج تحت المرض الذهاني اللي هو الفصام مثلا. في بقى اللي هو مرض اللي هو الاضطراب الوجداني ثنائي القطب اللي هو بيسموه الهوس الاكتئابي او الهوس. ده برضو يعتبر تبع المرض اللي هو غير مستبصر بحالته الكلام ده كذا. في بقى اللي هو القلق، اضطراب القلق العام، الفوبيا، الخوف، الهلع، البانيك اتاكس، والاكتئاب ميجور ديبريشن، الاكتئاب الجسيم. ده مرض اللي هو بيسموه انه مستبصر بحالته، ده بيسموه امراض نفسيه. عشان كده تلاقي مثلا اللي هم بيدرسوا دبلوم تمريض كان بندرس لهم، يعملوا لهم في اول الكتاب خالص في جدول كده ايه الفرق بين المرض العقلي والمرض النفسي بالظبط، 1 2 3 4 1 2 3 4، ان المرض النفسي بيبقى عارف ان هو مريض فبالتالي يسعى الى العلاج، لكن المرض العقلي في بدايته لما يكون غير مستبصر بحالته لا يسعى للعلاج، بيحس ان هم الناس دول يعني غاصبينه على حاجه هو مش محتاجها، يقول لك ده انا احسن منهم، انتوا بتدوني علاج ليه؟ لانه مش مستبصر، مش حاسس انه تعبان، مش حاسس انه هو مريض، ان عنده حاجه غلط، فعشان كده ما لا يسعى الى العلاج، ودي وجه الصعوبه يعني. مريض القلب والسرطان وايا كان المرض عارف، وعنده مريض المعده او الكلى او كده عارف انه عيان فيسعى الى العلاج، لكن ده مش عارف انه مريض فلا يسعى الى العلاج، ودي وجه الصعوبه في التعامل مع هذه النوعيه من المرضى، بيبقى فيها صعوبه شديده ان تقنع. شفنا حالات ما بتتعالجش ومتدهوره خالص. طب ليه العيلة أو الأسرة أو الشخص اللي عنده مريض نفسي مثلا أو بيعرض على طبيب نفسي بنلاقي الموضوع واخد حيز أكبر من الحيز الطبيعي، إنه مكسوفين، إنه خجلانين، بيخبوا الناس؟ ده على مستوى العالم بقى. ليه بقى؟ أنا ليه أصدقاء في أمريكا، في أمريكا خد بالك، مش دي قمة التطور بقى بتاع اللي احنا بنقول أمريكا وأمريكا، ما احنا يعني عندهم هذه الاستجمة. ليه بقى طيب؟ لان الشخص ده بيعتبروه عار عليهم يعني، الشخص ده عشان بيعمل تصرفات غريبه او غير منطقيه او مضحكه او مجال للسخريه زي ما بيحصل في الافلام، فيعتبروه ان ده وصمه عار، استجمة، لان هو بيجيب لهم السخريه والتريقه والتهزيء. فطبعا ده بيعتبروه ان هو الشخص ده يعني هجيب لهم مشكله يعني، ان يبقى منظرهم اقل من اللي غيرهم يعني، لكن ده مرض، مرض وهو ليس له خيار فيه يعني، مش هو جابه لنفسه. عشان كده في الناس يقول لك ايه، انا من غير العلاج انا عاوز جلسات نفسيه كده وابقى حلو وبتاع من غير ادويه. في حاجات تنفع وحاجات ما تنفعش، لان نقول له انت جبت المرض ده لنفسك، ما جبتوش، فلازم انت محتاج علاج عشان تتخلص منه. يعني زي ما جابوش المرض لنفسه يعني، هو يعني المرض ده بيجي المرض بيجي فجأة جاله لوحده. يعني أيوة. مش هو اللي جاب لنفسه مثلا، لا انا مش قصدي، مش خد يعني حاجه ادمانيه، فمرض زي المريض الادمان هو خد ماده ادمانيه مرض. ايوه تمام، لكن بس ده ما جابوش الفكره لنفسه. الفكره ما طلعش مثلا في الهواء راح جاله مرض نفسي مثلا، بس الفكره دكتور، الدكتور الـ المريض النفسي بيجي له مرض النفسي فجاه ازاي؟
شوفي، هو في حاجة اسمها عندنا عوامل مهيئة لحدوث المرض وعوامل مرسبة لحدوث المرض، دي كنا بندرسها برضو في دبلوم التمريض. عوامل مهيئة لحدوث المرض في جزء الوراثة، الوراثة ده موجود في جميع الأمراض النفسية والعضوية وكله، يعني الوراثة بتزود احتمالية حدوث المرض. مثلا يعني مريض الفصام نسبته العالمية 1%، ودي موجودة في مصر، 1% دي يعني مليون بالنسبة لمصر أو 900,000 يعني. النسبة دي تزداد لما يكون أحد الأبوين مصاب بالمرض، حد من القرايب مصاب بالمرض، والأم مصابين بالمرض، النسبة تزيد تبقى 10% مثلا احتمالية حدوثها يعني. فهو ده نقطة الوراثة. في جزء تاني البيئة المحيطة بالشخص، إذا كان فيها نوع من يعني التربية، فيها تدليس شديد، فيها قسوة شديدة، يعني الأسلوب التعامل في التربية لأن أول 5 سنين من العمر ده تكون شخصية الطفل نفسها. في بقى العوامل المرسبة لحدوث المرض، القشرة تقسم الظهر البعير، اللي هي إيه؟ حصل حمى شديدة، حادثة، تعرض لخسران، اتنصب عليه في مبلغ كبير من الفلوس، يعني حصل له نوع من الأمراض اللي هي مثلا دخل الحميات مش عارف ايه، فدي بتبقى تثير حدوث المرض. زي بالظبط واحد عنده ساعات يجي له السكر مثلا، وراح ابتدى ياكل سكر كتير ويشرب حاجات مسكرة ومش عارف ايه، يجي له مرض السكر. بس لازم الشخص يبقى عنده استعداد، بيبقى فيه استعداد، عشان كده بنقول عوامل مهيئة وعوامل مرسبة لحدوث المرض. تمام. بس فهي ده مرض زي اي مرض تاني، زي مرض القلب، زي مرض الشرايين، زي اي مرض. طيب ما هو الشخص المهيئ انه يجيله المرض النفسي يا دكتور، يعني حضرتك بتقول انه زي اللي بيجيله سكر، زي اللي بيجيله ضغط، زي اللي بيجيله اي حاجه. طيب ما هو الشخص اللي بيجيله الامراض التانية العضويه دي بيبقى في شويه مؤشرات انه احتمال الشخص ده يبقى عنده قدام شويه سكر لو زود سكره او ضغطه يعلى. لا لا لا. في بعض المؤشرات في الطب النفسي. مفيش مؤشرات. المرض السرطان ليه مؤشرات؟ لا طبعا. القلب ليه مؤشرات؟ بنلاقي ضربات القلب بتسرع شويه. ده ابتدى المرض يشتغل بالظبط. طيب هو هيبتدي برضو في المرض النفسي هيبقى فيه تصرفات بتتغير بعد ما كان منفتح اجتماعيا مثلا، ابتدى ينغلق اجتماعيا. بعد ما كان بيتكلم بطلاقه ابتدى كلامه يبقى قليل، كان بيروح وظيفته بطل يروح وظيفته، قعد في البيت الفترة الأولى دي. أنا ممكن ألحق المريض، بيجيب امتياز في الكلية، بقى بيجيب مقبول أو ضعيف. الفترة الأولى من المرض يا دكتور ده المريض يتلحق فيها قبل ما الموضوع يتفاقم أكتر؟ مرض، أي مرض نفسي أو عضوي كل ما تلحقيه في الأول قبل ما يتفاقم ويزيد وينتشر يعني زي ما بيقولوا، بيبقى سهل إنك تتعاملي مع المرض. أي مرض كده، أي مرض نفسي أو عضوي، مجرد اللي أنت تدخلي فيه في الأول بيبقى سهل السيطرة عليه، لكن بتسيبيه يتعمق ويتجذر وينتشر زي ما بيقولوا، لا بيبقى فيه صعوبة جدا 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 في التعامل مع المرض ده، بيبقى صعب جدا التعامل معاه وانه يتحسن، حتى فيها بيبقى فيها صعوبه. عشان كده في بعض الحالات بتقعد في المستشفيات النفسيه طول عمرها. طيب دكتور ماجد، يعني لو انا عايزه بقى اتكلم على اللي قبل المرض، المرحله اللي قبل المرض، انا عايزه احمي نفسي، انا طبيعي وحضرتك شخص طبيعي بتمشي في الشارع بتتعرض لاكتئاب وصدمات وازمات في حياتك، فقد اشخاص عزيز علينا، حصل صدمه في حياتنا، كل العوامل المرسبه لحدوث المرض بالظبط. انا عايزه احمي نفسي من حدوث المرض، انا ممكن اعمل ده ازاي؟ اوعي الناس ازاي انه اي شخص لا في مرحله كده اللي هي الوقايه، اللي هي زي ما بنقول الوقايه خير من العلاج، او يعني ابقى ازاي اقي نفسي من المرض النفسي؟ هو شوفي، بالنسبه للواحد يقي نفسه من المرض النفسي دي صعبه. لانك انت يعني مثلا الواحد مثلا مش هياكل سكر عشان ما يجيلوش السكر، مش هياكل حاجه حادقه عشان ما يجيلوش الضغط بالظبط. ده بقى لك يعني لا مؤاخذه، مش هيدخن عشان صدره ما يتعبش، صح؟ لكن ده بقى هيعمل ايه يعني؟ ما فيهاش حل بقى، هو ده مرض كده جاي يعني، ما تقدرش الا بقى لو في حاجات معينه. مثلا الواحد جاله حمى هيحمي نفسه من الحمى ازاي؟ جاله الغده الدرقيه قعدت تفرز زياده او قليله، حصل له حادثه يعني هيحمي، معلش يعني ايوه تمام، يعني الحاجات دي الوراثه دي هيحمي نفسه منها ازاي؟ تمام. لكن التربيه بقى، ما فيش غير التربيه، ان اهله صدمات يا دكتور بتوصل للناس اللي متوازنين، دي الوقايه الوحيده، ان اهله يبقوا متوازنين في التعامل معاه، ان هو لا يبقى فيه قسوه شديده ولا تدليس شديد، ويحاولوا ان يدوا له شخصيته، يختار يتعامل مع الناس بصوره كويسه، يخلوه نوع من زي ما تقولي ايه، في انه يروح مثلا اماكن مثلا ناس مسنين اطفال، يروح مثلا الحيوانات، يعني يدوا له نوع من الناحيه النفسيه اللي هي فيها نوع من الحب للمجتمع. دي بتحمي من حدوث المرض. انا بتكلم برضه في النقطه دي يا دكتور بعد اذن حضرتك، انا بتكلم في نقطه تانية، الا وهي المشاكل اللي نتعرض لها والصدمات. انا هسيب نفسي لصدمه
هسيب نفسي ان دماغي تروح وتجيب وتودي. هو شوفي هقول لك على حاجه، انا محتاجه برضو من حضرتك بعد اذن حضرتك، محتاجه اني اعرف ازاي ما احطش نفسي جوه قالب الحزن طول الوقت فالموضوع يتحول معايا المرض. هقول لك على حاجه، كل واحد ليه ثريشولد معين. في واحد ليه ثريشولد عالي قوي يستحمل زي ما بيقولوا ايه بارد، يعني خد بالك يستحمل. في واحد ثريشولد بتاعه ضعيف يسخن بسرعه يتنرفز بسرعه، دي طبيعه في الشخصيه بتاعته، دي شخصيته كده. فبالتالي برضو نفس القصه، واحد يقدر يستحمل الضغوط واللي هي الظروف المحيطه اللي ضغط عليه او الظروف السيئه المحيطه بيه يقدر يستحملها، فواحد ما يقدرش يستحملها. فدي قدره التحمل دي تختلف من شخص لاخر. ايه الادويه مثلا بتاعت الاكتئاب مثلا؟ هي بتعمل ايه؟ كوبينج، اللي يقدر يتحمل الظروف المحيطه ويقدر يتعامل معاها، ويبقى تحسن له الثريشولد بتاعه ويقدر يتعامل مع هذه الظروف وتحسن له الناحيه المزاجيه والناحيه الكيميائيه اللي هي موجوده في المخ، فبالتالي يقدر يتعامل مع جو المحيط وتزول اعراض المرض ويشفى من هذا المرض اللي هو بيبقى نتيجه لتغيرات كيميائيه في المخ. تمام حضرتك، سواء بقى مرض عقلي او مرض نفسي. تمام. عشان كده بيحتاج لعلاج دوائي بالاضافه بقى للجلسات النفسيه في بعض الحالات يعني. طب احنا دايما بنسمع عن فكره خدمات الصحه النفسيه، محتاجين نعرف اكتر يعني ايه خدمات الصحه النفسيه. خدمات الصحه النفسيه فيها بقى حاجات كتير، في عندك العيادات الخارجيه على مستوى الجمهوريه، في مستشفيات، في 18 مستشفى صحه نفسيه على مستوى الجمهوريه تابعه للامانه العامه للصحه النفسيه وزاره الصحه، ده غير المستشفيات التعليميه، غير المستشفيات الجامعيه، كل دي فيها طب نفسي على فكره يعني. ففي خدمه طبعا منتشره على مستوى الجمهوريه سواء عيادات خارجيه او حجز داخلي. طبعا يمكن عدد الاسره مش كافي قوي، لكن هو بيتجه عالميا دلوقتي للعلاج عن طريق العياده الخارجيه، الا لبعض الحالات تحتاج حجز اللي بتبقى فيها يعني لحد ما صعوبه في التعامل الخارجي معاها او يعني مش راضيه تستجيب للعلاج الخارجي. طب مستوى الدكاتره والتمريض، مستوى الدكاتره والتمريض على احلى مستوى. تمام. مصر المركز الخامس على العالم في الطب النفسي. هايل. واخد بالك، في الطب النفسي بالذات مصر المركز الخامس على العالم. تمام. فبالنسبه للتمريض الصحه النفسيه عندهم مهارات كتير قوي مش موجوده في تمريض كتير، يعني في عندنا التعامل اساسا مع المريض النفسي، في عاوز مهاره معينه في التعامل. عشان كده كنت بسال حضرتك. فطبعا دول بيبقوا خارجين من مدارس صحه نفسيه وفي كليات تمريض، بكالوريوسات تمريض وماجستيرات ودكتوراهات فيها، طبعا ماسكين مراكز كبيره كاشراف. هو في مدارس صحه نفسيه دكتور؟ في مدارس صحه نفسيه اللي هم بياخدوا دبلومه، كانت الاول 3 سنين دلوقتي بقت 5 سنين. تمام. نكشف عليهم في التامين الصحي على اساس ان هم بيتعينوا بعد كده. وفي بقى بكالوريوس تمريض 4 سنين بعد الثانويه العامه وسنه امتياز، وفي سنتين اللي هو معهد فوق المتوسط تمريض برضو بعد الثانويه العامه. كل الحاجات دي شغاله في التمريض اللي هو سواء بقى اللي هو النفسي او بقى التمريض العام يعني. تمام. فدي طبعا يعني في خدمات كتيره منتشره على مستوى الجمهوريه للخدمه اللي هم المرضى النفسيين، والخدمه بتبقى مجانيه في العيادات الخارجيه، وبالنسبه للحجز باسعار تعتبر يعني رمزيه في بعض الحاجات الاقتصاديه شويه، وفي مجانا خالص في المستشفيات النفسيه ومفتوحه وموجوده وفيها اسره معقوله جدا بالنسبه للتردد اللي بيتردد على المستشفيات بصوره عامه يعني. من اكتر الامراض اللي دايما بنربطها بموضوع الصحه النفسيه ده هو الاكتئاب. امتى انا كشخص عادي ممكن مبقاش متخصص قوي، وامتى طبعا حضرتك والدكاتره المتخصصين في الموضوع ده تقولوا ان الشخص ده عنده اكتئاب؟ هو طبعا الشخص بيبقى عنده اكتئاب بيبقى عارف انه عنده اكتئاب. ليه؟ لانه زي ما قلنا في الاول ان هو مستبصر بحالته. مريض الاكتئاب بيبقى بيحس كانه دخل في عنق الزجاجه، يعني عاوز يخرج منها باي طريقه. يعني دي قالها لي تعبير مريض مره، قال لي انا حاسس كاني مزنوق في رقبه ازازه، يعني كانه الدنيا دي كلها في عينه كانها ابر، خرم ابره، مش قادر يعني ما عندوش قدره على بنسميها ايه انهي دنيا، ان هو عدم قدره على الاستمتاع بالجو المحيط. يعني واحد مثلا بيشوف ماتش كوره بيفرح انه يروح مكان يقعد فيه فسحه، هو بقى فقد الاستمتاع، ما فيش متعه في التعامل مع هذا الموضوع، بالاضافه بقى ان في اضطرابات في النوم، اضطرابات في الاكل، اضطرابات في الحياه بتاعته سواء بقى الاسريه او الاجتماعيه او الوظيفيه او الدراسيه، بيحصل فيها خلل كبير. المزاج بتاعه شخصيا بيبقى مش مبسوط، متقريف، حزين، حاسس في عنده احساس بالذنب ان هو مسؤول عن كل المصائب اللي تسبب في حواليه، ان هو اللي تسبب فيها. في اعراض كتير قوي لمرض الاكتئاب، فطبعا المريض نفسه بيبقى حاسس والناس بيحسوا حواليه ان هو تعبان برضه، انه شافوا شخصيته اتغيرت
وبيعاني جامد. ومريض الاكتئاب ده يعني يعني بيحسبوها بالفلوس، بيلاقوها يعني اقتصاديا ممكن تؤثر على الانتاج اكتر من المرضى العضوية. المريض العضوي ممكن يبقى مريض عضوي وينزل يشتغل، لكن ده بيقعد ما مش قادر، مش قادر كمرض نفسي بيقعد. طب ومريض الاكتئاب يا دكتور برضو بيبقى نتيجة وراثة، نتيجة زيه زي اي مرض، زي اي مرض تاني؟ تمام، نفس اللي اتكلمنا فيه قبل كده. احنا ازاي بقى نعرف نواجه اثار الاكتئاب؟ يعني لو انا مثلا ام وعندي ابني او بنتي دخلوا في الحتة دي، او دخلوا بقى بدا يبقى عندهم اكتئاب، انا اعرف ازاي اواجه موضوع الاكتئاب ده؟ هو شوفي، اول حاجه في درجات من الاكتئاب، في مايلد ومودريت ديبريشن، مايلد مودريت سيفير، يعني اللي هو بيبقى بسيط ومتوسط وشديد. تمام. البسيط ده ممكن بجلسات نفسيه، او مثلا لو في اب اعتراف بيروح له او كده بالكلام، بالكلام والمواضيع تمشي. تمام. واخده بالك، وتتحسن بدون ادويه. لو وصل بقى المودريت او سيفير، ممكن سيفير ده انتحار، ممكن يوصل درجه الانتحار، فدي حجز في مستشفيات وجلسات كهرباء دي ملهاش حل. مودريت ممكن يتعالج عياده خارجيه، انه ياخد ادويه، والادويه بتظبط الناحيه الكيميائيه في المخ، وبتحسن المواد الكيميائيه في المخ المسببه في حدوث الاكتئاب، فبيتحسن وبيبقى كويس على حسب درجه الاكتئاب. ماشي، كنت عايز اسالك في حته كده، يمكن هي يعني بره موضوعنا، بس دايما بيبقى بنشوف في وسائل الاعلام كلها انه علاج المرضى النفسيين دايما جلسات كهرباء. جلسات وحضرتك برضو تقول لنا كده دلوقتي للحياة. ليه بقى؟ ايه علاقة الكهرباء بتاعت المخ دي بالمرضى النفسي؟ هو سنة 1932 في اكتشف موضوع جلسات كهرباء ده، كان واحد من العلماء لاحظ ان في بعض الناس بيبقوا لهم مشردين في الشوارع وكده، بيتكهربوا في عواميد نور مكشوفة وكلام زي كده، بيلاقوا متحسنوا ولبسوا نضيف وخدوا بالهم من نفسهم. فايه الموضوع ده؟ كهربوا ما ماتش، يعني في كهربوا يموت. بالظبط. فابتدى ياخد الناس دي ويعمل عليهم تجارب، طبعا الناس ماتوا منه كتير، ان اللي هي ترددات بيخطفهم يعني، ويعمل تجارب عليهم ان هو يشوف ايه تاثير الكهرباء. طبعا في ترددات في طالع من الفيشه العاديه دي، تردد ثابت ده يموت، لكن ويكهرب يعني. لكن في بقى اللي هي جلسات الكهرباء دي، بيبقى في اجهزه معينه تمنها يوصل دلوقتي ما اعرفش، وصل اخر معلومه كان 50,000 مثلا، جهاز بيطلع موجات كهربيه متقطعه بتاثر على خلايا المخ، فلاقوها اتعمل فيها رسائل ماجستير ودكتوراه كتير من اساتذه كبار ما نعرفهم يعني، انها بتاثر بطريقه ما غير معروف الميكانيزم بتاعها الى الان، انها بتحسن اللي سموها نيورو ترانسميترز، اللي هي النقلات العصبيه اللي هي في المخ، مواد كيميائيه في المخ، بتبقى مور سيفنج، احسن وامنه اكتر من الادويه واعراض جانبيه. يعني بيقول لك الاعراض الجانبيه الوحيده ليها انها تؤثر على الذاكره لفتره ما، وتبقى ريفرسبل، انها ترجع الميموري تاني عادي مفيش مشاكل. دي العرض الجانبي المشهور ليها. طبعا بيجهز المريض ده حاليا، كان في حاجه اسمها استيم مباشر دايركت، دلوقتي حاجه اسمها بقى لها سنين يعني اسمها موديفايد اي سي تي، بيتجهز داخل عمليه، بيتعمل له تحاليل ورسم قلب، وبيتعمل له تخدير وبتاع، دكتور تخدير متخصص وكلام ده، بيدي له حاجات اللي هي ماسر ريلاكسنت، بصل العضلات وانترافال اللي هو التخدير وكده، كان واحد داخل عمليه رسمي يعني مفيش عليه بطنه، تمام، بياخد الجلسه على الاقل مثلا بيتاخد على حسب الحاله بقى من 3 6 8 12 حسب، بس اقل حاجه بيبقى 3 جلسات يعني عشان يجيب نتيجه. لسه في حالات اللي لسه شايفينها ده، بس ده كان مريض بقى يعني عقلي يعني، ده كان من شرق السودان وعايش في الموسكي والعتبه والكلام ده، ده جاي مش مجهول الهويه، معهوش بطاقه، ويعني ما فيش خالص يعني مش عارف ايه، ما بيتكلمش. خد جلستين عندنا في المستشفى، ابتدى يتكلم، لا انا من شرق السودان وانا مش عارف ايه وايه وايه وايه، وابتدى نعرف كل المعلومات عنه، ورجع لحياته، وكان بياخد علاجات قبل كده مع دكتور من الدكاتره. بس انا برضو في نقطه، يمكن عشان انا يعني ماليش علاقه بالطب، فمحتاجه برضو افهمها اكتر، يعني ايه علاقه المرض النفسي كمرض نفسي؟ يعني انا جالي اكتئاب نتيجه وراثه، نتيجه حاجات ادت الى ده، وانه يتعالج عن طريق العقل او عن طريق المخ يعني. ايوه، اما حضرتك فانا بس مش فاهمه النقطه دي، لو هو مش مرض يعني عقلي يعني. راي دكتورنا العظيم يعني دكتور احمد عكاشه، استاذ الدكتور احمد عكاشه، يقول لك المفروض السايكاتري نسميه برينولوجي، يعني اللي هو علم المخ، ما هو له علاقه بالبرين. مش له علاقه، هو من المخ. المرض نفسه طالع من المخ، هو ايه التغيرات والعادي اللي بتظهر قدامك؟ أوكي. دي ما جاي من المخ. اوكي، وعشان كده احنا في الماجستير بتاعنا بندرس نيورولوجي اند سايكاتري، يعني المخ والاعصاب والطب النفسي. انا بقول لك انا ليه استشاري المخ والاعصاب والطب النفسي، احنا واخدين في الماجستير نيورولوجي المخ والاعصاب والطب النفسي السايكاتري.
تمام. الاثنين فيهم اوفرلاب في كل الجامعات، ممكن الجامعات فصلوا دلوقتي بتتفصل بس في الدكتوراه، لكن في الماجستير لازم بيدرسوا الاثنين مع بعض، لان هم في اوفرلاب جامد بينهم، جامد، هم الاثنين مصدرهم حاجه واحده. طيب نتكلم بقى في نقطة الإدمان وعلاقته بالأمراض النفسية. يعني حضرتك قلت إنه المريض النفسي هو أصيب بمرض نفسي بره إيده، يعني الموضوع مش بإيده، هو أصاب بالوحده أو أصيب بالوحده. فكرة بقى مريض النفسي نتيجة الإدمان ده بيحصل إزاي، والمرض النفسي بيجي بعد الإدمان ليه؟ هو شوفي، هو المواد الإدمانية كان لسه في حلقة امبارح في قناة أخرى، يعني عملنا حلقة هوا كاملة على الموضوع ده، على موضوع الإدمان بالذات. الإدمان ده متعدد، يعني مش حاجة واحدة، يعني عندك تمام. جزء الأنفيتامينز، الباربيتوريتس، البنزودايزبين، المهدئات الصغرى، الأوبييتس، الكانابينويدز، الترامادول. طبعا في حاجات طلعت جديده، الاستروكس والفودو ومش عارف ايه، وتظهرش في تحاليل بس لسه بيعملوا لها. يعني هم دول ايه؟ دول انواع، دي يعني انواع مواد فعاله. غير بقى البستنشاق بقى اللي هو الكله والسمغ، دي قصص ثانيه. فدي لقوها في المجتمع نسبتها 1.7%. تمام. يعني مصر لما تحسبيها كده تلاقي 1.5 مليون او ايه او 2 مليون. ودي نسبه عاليه ولا نسبه؟ النسبه العالميه موجوده في مصر، اتعملت عليها الابحاث. أوكي. والتجربه تصل الى 7% من المجتمع اللي بيجرب، اللي ما دخلش في دائره الادمان، بس التجربه بس في الاول. فالمواد الادمانيه دي بتتلف خلايا المخ، كانك بتضربي رصاص على خلايا المخ، كانك بتجيبي كده شاكوش وبتخبطيها بتكسريها. يعني الاصابات المباشره من المواد الاستنشاقيه او الادمانيه دي تاثيرها على المخ تختلف من شخص لاخر. كده واحد يقول لك ايه ده يا عم، بيشرب حشيش بقاله 100 سنه وما عندوش حاجه، ما قالولوش حاجه. واحد من مره واحده، دي احنا شفناها، بيدخل في حاله ذهانيه حاده وممكن تستمر معاه حتى بعد ايقاف الماده الادمانيه. طب وليه ده بيحصل؟ ده بيحصل برضو عشان الكلمه اللي احنا قلناها في من شويه، قلنا ثريشولد، درجه التحمل. حد بيستحمل وحد مش قادر. يعني واحد مثلا قاعد بتضغطي عليه وبياكل مش عارف وبيشرب سجاير، ضغطه حلو وسكره حلو. واحد بس مره كده او سمن شويه او حاجه، لا ضغطه يضرب وسكره يضرب. درجه نفس القصه في المرض النفسي هي. فالادمان برضه نفس الموضوع، بس ده لا يعني اللي ما جالوش ده ان هو سليم، لا، في اجزاء من المخ تلفت عمدا، يعني في اجزاء من المخ تلف بس ما ظهرتش عليه اعراض، ممكن يبقى عنده نوع من الشك، الريبه. في واحد بيوصل لدرجه بقى اللي هو الضلالات، اللي هو جنون العظمه، البارانويد، يدخل بقى في بارانويد سكيزوفرينيك، اللي هو يبقى فصام بارانودي بارانويدي او كلام زي كده، نوع من الهوس. بنشوف بقى حالات مهايبره قوي. مش كده اول سؤال نساله في حالات اللي هي الفعل هايبر مثلا كمانك هوس مثلا اضطراب وجداني، يا عم انت واخد حاجه ليه؟ حالات الصرع، الصرع اول سؤال نساله في حالات الصرع، انت خدت ترامادول؟ ترامادول بيعمل نوبات صرع على طول بدون مناقشة يعني، بس مش كل الحالات برضو. مش الصرع ده برضو ليه أسباب تانية غير موضوع الإدمان؟ طبعا في كتير. بس أول سؤال نسأله في مريض صرع، وده قلتها في برامج كتيرة قبل كده، أنت بتاخد ترامادول؟ لأن حالات كتيرة قوي بيبقى جاي وجايب روشتات قد كده ورسم مخ ورنين مغناطيسي وبتاع، ومحدش سأله خالص 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 أنت بتاخد ترامادول؟ لا. فأول سؤال أنا بسأله المريض يدخل عندي، خصوصا يكون شباب صغير كده وبشك فيه شوية إنه ممكن ياخد، أنت يا عم مفيش أي تاريخ مرضي ولا إصابات ولا حوادث ولا عنده حد في العيلة ولا دخل حميات ولا أي حاجة، مش باين عليه أي حاجة، يا عم أنت بتاخد ترامادول؟ طبعا هو لو صادق وهيريح نفسه يقول لي أه. بالظبط، أنا كنت لسه أسأل حضرتك، كل المرضى اللي بيجوا لحضرتك بيقولوا الحقيقة؟ لا مش كلهم. هو اكتر حاجه في الادمان المراوغه وعدم الصدق، اكتر حاجه في المدمن لما يكون مدمن اصلي يعني المراوغه وعدم الصدق. طب ما هو جاي حضرتك مواعظ كمان يقول لك اصل انا اعرف ومش عارف ايه ويسمعها لك احسن من الدكتور. طب بيجي ليه الدكتور طول ما هو مش بيبقوا اهله غصبينه انه يجي؟ لازم المريض الادمان اللي يقدر يخرج من دايره الادمان ويقدر يعني هو اللي جاي بإرادته، يكون جاي بإرادته وباقناع. لو حبستيه زي ما لسه كنت بقول امبارح 20 سنه هيخرج ياخد، لو هو مش مقتنع او ما فيش ثقه في نفسه او يعني شخصيته بقت اعتماديه ديبندنت على هذه الماده. دكتور يعني. في مراكز اصلا بترفض الشخص اللي بيجي بالغصب، يعني في مراكز لعلاج الادمان. طبعا هيسوق سمعتهم، هيسوق سمعتهم وهتبقى مخالفه للقانون الى حد ما، عشان كان في بعض الحالات الادمان بتدخل مثلا الزامي، بتبقى تحت بند القانون اللي هو 71 سنه 2009 اللي اتعمل جديد ده، الحاجات الالزاميه اللي فيها خطوره على نفسه او على غيره او كده بيدخل الزاميا حتى لو مريض مدمن ليها قصه معينه يعني في القانون. جميل. ختاما كده يا دكتور انا بشكر حضرتك جدا لوجودك معايا النهارده، كلمه اخيره
تقولها لكل شخص بيتفرج علينا دلوقتي انه ازاي يزود وعي ووعي المجتمع من ناحيه الصحه النفسيه؟ اهم نقطه بقى من واقع خبرتي يعني بقى حوالي 30 سنه دلوقتي في المجال ده، نمره واحد يا جماعه، اي واحد لاحظوا عليه ان هو في تغيرات ابتدت معاه ما تسيبهوش، ما تسيبهوش، يعني زي يكون واحد لسه حرارته 7 وشرطتين 7.5، ما تسيبوش لما حرارته تبقى 40، لا الحقوه بسرعه عشان نقدر نعرف نتعامل معاه. لان في بعض الناس بتبقى حاجه غريبه جدا، يعني يكون مثلا بقاله ايه 5 سنين ما بيتعالجش، يروح رايح للدكتور تاني يوم او يمكن قبل ما يكمل يوم ده لسه ما اتحسنش. يا عم ما اتحسنش، ده بقالك سايبه بقالك 5 سنين. فطبعا في وقت كمان، يعني احنا عشان نقدر نحدد في حاجه اسمها الوقت للمرض، تقدري تحددي حتى قيمه العلاج على الاقل اسبوعين. في اي علاج حتى الضغط اسبوعين. تمام. وتنقي وتشخصي صح الاول عشان تنقي الدواء الصح والمده الصح، وتعرفي الشخص ده هيمشي على العلاج ده مدته كمان قد ايه، والجرعه بتاعته ماشيه قد ايه، كل الحاجات دي. فلازم اتابع الشخص كويس. لازم تتابعيه وتبتديه من الاول، ما تستنيش عليه لما الموضوع يقدم او يبقى مريض، يعني بقى مزمن ومش قادر تتعاملي معاه. صحيح. دكتور ماجد ارنست، استشاري المخ والاعصاب والطب النفسي والصحه النفسيه، شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. شكرا. شكرا مسيح. مشاهدينا مكملين حلقتنا معاكم النهارده من صباح النور، هنخرج لفاصل نرجع، والعتاب مهارات العتاب ولكن بعد الفاصل.